نهاية نوفمبر 2022 اجتمع مجموعة من الخبراء العسكريين ومسؤولين من أجهزة المخابرات، بدأوا جلسات عصف ذهني لوضع تصور. ما هو التصور؟ بشأن إذا ما قامت حماس بهجوم على إسرائيل كيف سيكون شكله؟ ما هي مقوماته؟ إيه هي خطوات تنفيذه؟ إيه هي أهدافه؟ إيه هي إمكانية تحقيقها؟ ونتج عن هذا العصف وثيقة سري للغاية من 40 صفحة أطلق عليها الاسم الكودي جدار أريحة، جيريكو وول. الحقيقة أن الوثيقة حددت، وهنا بقى دي النقطة المهمة اللي أنا حبتدي فيها، وثيقة حددت في بنودها بدقة إزاي الهجوم المنهجي لحماس سيتم، برضو لم تحدد موعد، وقالت أنه وقدمت وصفت طريقة الهجوم على تحصينات الجدار العازل، وقالت أنه إذا كانوا هم مطرح حماس سيدخلوا من 60 موقع، حماس دخلت من أقل من 30 موقع. الوثيقة تناولت أنه حماس هيحاولوا يقتحموا عدة مستوطنات في غلاف القطاع، واقتحام قواعد عسكرية إذا كان بما فيها قاعدة رعيم اللي هم دخلوها بالفعل، ودي كانت مقر القيادة العسكرية للقطاع. والوثيقة برضو قالت أنه حماس هتبدأ هجومها برشاقات صاروخية بأعداد كبيرة، ده هيخلي الجنود الإسرائيليين، هم اللي بيقولوا كده، خلي الجنود الإسرائيليين يدخلوا إلى مخابئهم، وبالتزامن سيتم استخدام مسيرات مهمتها تعطيل كاميرات المراقبة والرشاشات الأوتوماتيكية. النمرة 4، حددت الوثيقة الدخول بأعداد كبيرة، وشوف بقى دي النقطة المهمة قوي، إنها بطوافات شراعية غير السيارات الرباعي والدراجات، هم توقعوا طيارات طوافات شراعية حاطينها في الوثيقة.